على هذا النحو أتى إلى عالمنا كلي القداسة ابن الآب. ابن الآب. جه ليه؟ جه لإذ هو صورة الآب، عشان يعمل إيه؟ كي يجدد الإنسان الذي خلق مرة على صورته، على صورته. خلق مرة يعني زمان ده اتخلق على صورته قبل ما الصورة تفسد. كنا صورة نقية. وبرضو معلش هعيد تاني، صورة الله في العقل في الخلود، صورة الله في الحكمة في القداسة في الخير، كل الحاجات الحلوة دي. لأن الله في الأصل ليس له ملامح بشرية، فما أقدرش أقول صورته يعني الله عنده وش وإيدين ورجلين وجهاز هضمي وجهاز ده، وما فيش حاجة زي كده. هو إحنا صورته في إيه؟ في العقل في الحكمة في القداسة في اللانهائية في الخلود. ده كان قبل دخول الخطية وقبل الموت، كل ده الموت بقى اللي فسد بقى موجود لكنه مشوه. بالظبط. العقل موجود، لكن النهارده كتير من الناس تستخدم العقل بطريقة غلط. شيطانية غلط. الخلود موجود، بس في ناس هتخلد في حياة أبدية جميلة مع ربنا، وفي ناس هتخلد مع الشيطان في عذاب. عذاب. يبقى الصورة موجودة لكنها تشوهت. عشان كده يجي يجدد الإنسان الذي خلق مرة على صورته. يقول معلمنا بولس في كورنثوس الأولى 15، كما لبسنا صورة التراب اللي هو آدم، سنلبس أيضا صورة السماء اللي هو المسيح. لما جه عشان يطبع فينا ملامحه، الملامح دي بتتكون. يعني دلوقتي أنا أرى فيك ملامح المسيح لما لقيك إنسانة عاقلة وتقية ومحبة لله، لكن في الحقيقة كمان لسه ملامح أخرى هتنطبع فينا لما نروح السماء. عشان كده إصحاح 15 في كورنثوس الأولى بتاع القيامة من الأموات، فبيقول إن إحنا على الأرض لابسين صورة آدم وبنتحول لصورة المسيح، بس هناخدها بالكمال لما نطلع في السماء. ودي قالها القديس يوحنا في رسالته، قال إن إحنا الآن إحنا أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو. يعني في المجيء الثاني بتخيل كده، هبص على كل وجوه البشر اليوم شكل المسيح. هيبقى شكل عجيب جدا، لأن احنا كلنا هنتحول إلى صورته. ويقول مثلا في كورنثوس الثانية، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ده الكل قد صار جديدا بسبب المعمودية اللي هتعيد لنا الصورة. تلبسوا الإنسان الجديد المخلوق بحسب الله في البر وقداسة الحق. في المعمودية بنلبس الصورة الجميلة دي، اللي هي بناخد بذرتها في المعمودية، وطول ما احنا عايشين بنحسن في الصورة، يعني مع النعمة مع الجهاد الإنساني، صورة ربنا بتكتمل فينا. لكن بالحقيقة في الأبدية، لاحظي الثلاث مراحل، في المعمودية يتزرع فينا صورة المسيح اللي هو صورة الآب، بالجهاد في الجهاد الروحي بنصنفر الصورة بتاعتنا وتتلمع، يبان فيكي بقى ايه الطيبة والصلاح والجمال الروحي، وبعدين ناخدها بالحقيقة في الأبدية. يقول لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقي، في كولوسي 4، لبستم الجديد اللي هو في المعمودية، وفي نفس الوقت هو بيتجدد للمعرفة حسب صورة خالق. ومجيء السيد المسيح وإصرار الله على عدم ترك الإنسان لآلهة غريبة، وعلى إصلاح الصورة، وحتى لما بتفسد أثناء حياة الإنسان زي ما نيافتك تفضلت وقلت، بالجهاد طول الوقت بنصنفر الصورة ونصلحها. صحيح.